جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول أختنا ويبدو أنها في سفر دائم: إنني أقرأ أدعية المساء وأكون راجعة في طريقي إلى البيت، لأني إذا وصلت البيت وقرأتها تكون قد غابت الشمس، فما حكم ذلك؟ الأمر في هذا واسع، تقرأها قبل غروب الشمس أو بعد غروب الشمس لا حرج في ذلك، بعد أن تصل أو قبل أن تصل إلى البيت لا حرج في ذلك. نعم.